السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الدرس، في هذا الفيديو ديال دوزيام اني كولاج ديال اوردر اي اوبيراسيون، ترتيب والعمليات بالنسبه للناس اللي كيقراو اون اغا. لوردر ترتيب يعني بين بان كنرتبو، يعني لا كومباريزون كنقارنو شكون اللي كبير شكون اللي صغير، وهذا الشيء كله اللي غنديرو في هذا الدرس هذا. اذا كاين واحد طابلو، حاولوا ديروا بوز الفيديو وحاولوا تعمروا نتوما الطابلو من عندكم. اذا الطابلو هو هذا، عندي ا بي ا اي بي دو نومبر راسيونيل موان 3 موان 10 سي اون في ا موان بي، اون كالكول لا سوستراكسيون لا ديفيرونس دو ا اي بي، نقصوا ا من بي، دونك موان 3. اذا هنا غنحتاجو بغويون موان 3 موان ماشي موان 10، حيت عندي A موان B، يعني A هو موان 3 B هي موان 10، باردون B هي موان 10 وهاد موان هي هادي، دونك موان 3 موان موان 10 شناهي؟ سي موان 3 موان اي موان سي بلوس بلوس 10، موان 3 بلوس 10 سي 7، ماركاو عليك 3 انت ماركيتي 10 يعني رابح ب 7 7. لو سين دو ا موان بي، هاد لو ريزولتا هادو واش لو سين ديالو بوزيتيف او نيجاتيف؟ دونك سي بوزيتيف. لا كومباريزون دو ا اي بي كي سوبيريور ا لوتر، سي موان 3 او بيان موان 10، واش ناقص 3 كبير ولا ناقص 10؟ اذا ناقص 3 كبر من ناقص 10، حيت الا خسرتي 3 ماشي الا خسرتي 10، ماشي حيت 10 كبر من 3 هي ملي كنديرو ناقص كيوقع العكس، حيت كيوقع العكس عقلوا عليها حيت غنبغيوها في لا ملتيبليكاسيون. عندي واحد الحاجه كبر من واحد الحاجه اخرى، ملي كيولي كيتدخل له السين موان كيولي لانفيرس، كيولي داك الصغير هو اللي كيولي كبير، تنوصلوا عليها ونعرفوها مزيان. دونك هنا 2 موان 5 سور 3 ا موان بي، دونك 2 moins 5 sur 3. Je réduis au même dénominateur. On a 2. On a 9 tiers. Il y a 6 tiers. Moins 5 tiers. Donc je garde le dénominateur commun. 6 moins 5, c'est 1. Donc 1 cinquième. Le signe de 1 cinquième, c'est plus. Donc positif. La comparaison de A et B. Donc 2 est supérieur à 5. تيار. انا كنعرف غير واخا نتوما غتبداو تفكروا شكون اللي كبير، واحد جوج ولا خمسه ولا ثلاثه، انا حيت عارف لا غيكل قلت لكم من الاول جوج كبيره من اش كبر من خمسه ولا ثلاثه، وحتى نتوما من بعد ملي نديروا لا غيكل راه غتعرفوا دغيا شكون اللي كبير. اذا هنا جوج خمسه على ثلاثه راه شي هي ان فيغول، يعني ما وصلاش دو، دونك ان موان 13 سور دو، ان موان 13، دونك لا ميم شوز 2 sur 2 moins 13 sur 2. Si vous voulez, le dénominateur commun, je le garde. 2 moins 13, tu marques avec le tâche, tu marques qui juge, et tu as le moins 11. Moins 11 tiers. Le signe de moins, c'est négatif. La comparaison de A et B, c'est A inférieur à B. Donc, ouais, c'est vraiment. 13 على 2 و سي تري هذا واقع، لان 13 على 2 راه هي 6.5 مزيان. الطابلو دابا هو اللي غيعطينا لا غيك، لا غيك ديال اش كومون كومباري دو نومبر، كيفاش كنقارنو جوج الاعداد. هنا عندنا ا موان بي بوزيتيف بوزيتيف وهنا نيجاتيف، ومنين كناخذو حنا هاد دونك ملي كيكون بوزيتيف كيكون الاول كبر من الثاني، دونك ديما كيكون الاول كبر من الثاني، 2 سوبيريور ا 5 موان 3 سوبيريور ا موان 10، حيت لو سين بوزيتيف. لو سين دو كوا؟ دو ا موان بي، يعني اون في لا ديفيرونس، الفرق ملي كنحسب الفرق كيوريني شكون اللي كبير وشكون اللي صغير. ملي خرج ليا الفرق ديال العددين نيجاتيف، دونك لو بروميي اي انفيريور دوزيام، كيولي الاول صغر من الثاني، وهذا الشيء اللي كنتعتمد عليه انا علاش كنسبقكم في الجواب. عندنا اهم حاجه هو ملي كنبغي نقارن عددين كنحسب
لا ديفيرون الفرق ديالهم. كاين لو ريزولطا بوزيتيف كيكون الاول كبر من الثاني، كاين لو ريزولطا نيجاتيف كيكون الاول صغر من الثاني. هذه هي الحاجه الاولى اللي خصنا نعرفوها في لوردر اي اوبيراسيون. دونك لا ريغل 1 باردون ريغل 1 دونك توجور ا اي بي دو نومبر ا اي بي سون دو نومبر راسيونيل دو نومبر راسيونيل. دونك ا انفيريور ا بي ا انفيريور ا بي يعني صغير كيكون صغير يعني ان لا ديفيرونس ديالهم انفيريور ا زيرو سينيفي كو سينيفي كو ا موان بي انفيريور ا زيرو ا سوبيريور ا بي ايغال او يساوي سينيفي كو ا موان بي سوبيريور او ايغال ا زيرو. دائما كنحاول يعني كيوقعوا هاد الاخطاء سوبيريور او ايغال او بيان سوبيريور ستريكتومون اكبر قال ولا اكبر يساوي راه كاين فرق بيناتهم. ملي كنقول لك دو سوبيريور ستريكتومون ا دو هادي راه ما كايناش، جوج ما يمكنش يكون كبر من جوج، ولكن الا كتبها بهاد الطريقه هادي كتولي صحيحه. علاش؟ حيت درت او ايغال يعني ممكن تكون كبر قطعا ما يمكنش، ولكن راه ممكن تكون كتساوي، وداك التساوي هو اللي خلاني تكون صحيحه. دونك باش نعرفوا الفرق بين ستريكتومون سوبيريور وبيان سوبيريور ايغال هنا عاوتاني غنعاود نشرح. ملي كيكون عندي لا ديفيرونس نيجاتيف كيكون الاول صغر من الثاني ا انفيريور ا بي. ملي كيكون الاول لا ديفيرونس كبر من زيرو كيكون الاول كبر من الثاني، وهذا عادي جدا. انا ملي مثلا كندير 5 موان 3 حنا كنعرفوا بلي كبر من صفر شحال كتعطينا 2، دونك 5 سوبيريور ا 3 الاول كبر من الثاني. ولكن الا درت 3 موان 5 كتعطيني موان 2 انفيريور ا 0، دونك 3 انفيريور ا موان 5 يعني الاول كيكون صغر من الثاني. دونك لا غومارك اللي نقدروا نخرجوا من هذا الشيء ان الا بغيت نكومباري دو نومبر بور كومباري دو نومبر اون بو ديتيرميني لو سين دو سون دو سا ديفيرونس يعني نحسبوا لا ديفيرونس كيعطينا لا كومباريزون. اش كان يعني بهذا غندير لا غومارك ونديرو اكزومبل باش نفهموا مزيان هذا الشيء. دونك بور كومباري غومارك pour comparer les mots pour comparer deux nombres rationnels A et B on peut déterminer le signe de A moins B يعني كنحسبوا لا ديفيرونس. كان بوزيتيف كما قلنا الاول كبر من الثاني، كان نيجاتيف الاول صغر من الثاني. غناخذوا ان اكزومبل، هذا ليكزومبل يجي فيه في الاول يجيك شي حاجه. اون كومباري A بليس B او كاري اي 4 اف كي لو بلي غون، واش هذا كبر من هذا ولا هذا صغر من هذا؟ اذا الى ما قريتي هذا الدرس هذا غتشوف هذا الشيء غتحسب، ولكن الى قرينا فهمنا القاعده مزيان شنو غندير؟ غنمشي نحسب لا ديفيرونس ديالو. عطاني لو ريزولطا بوزيتيف يعني كذا كبر من هذا، عطاني لو ريزولطا نيجاتيف دونك ا بلس بي او كاري يتساوي في غور 4 ا بي. دونك ا بلس بي او كاري موان هذا هو لا ديفيرونس 4 ا بي. نحسب هذا ناقص هذا، وراه عندك الحق دير انا ناقص هذا يعني ما محددش لك شكون اللي تنقص من الاخر. اللي خصك تعرف هو لو ريزولطا، كان نيجاتيف راه الاول صغر من الثاني، كان بوزيتيف الاول كبر من الثاني. دونك نحسب انا دابا هادي شنو عندي. دونك جو في جو ديفلوب ا بلس بي او كاري سي اون ايدونتيتي روماركابل ا او كاري بلس 2 ا بي
plus b au carré moins 4ab égale a au carré. Donc 2ab moins 4ab, هذه ممكن تحسب حيت ab ab ربحتي بجوج خسرتي بربعة يعني خاسر بجوج جوج ab. Donc moins 2ab plus b au carré. وكاين حتى الى وصلتي هنايا هنا سي تا نوتر بروبليم هو كم اللي كيخرج لنا داك لو ريزولطا ماشي ديما عارفينو مثلا كيخرج لنا خمسة عارفينها بوزيتيف ولا ثلاثة ولا بحال الطابلو يقدر يخرج لك شي حاجه اللي ما تقدرش تعرفها ديريكتومون اسكو سي تام اسكو سي بوزيتيف او ميا نيجاتيف واش موجبه ولا سالبه باغ اكزومبل دابا هنا عندنا ا او كاري موان دو ا بي بلس بي او كاري ما عرفناهاش ا او كاري عرفناها بوزيتيف بي او كاري بوزيتيف حيت او كاري موان دو ا بي ما عرفناش ملي كيكون عندي واحد ناقص واحد ما عرفتش اذا شنو خصني ندير خص عاوتاني العقل ديالي يكون كي بحال ملي كتكون واحد الحاجه شفتيها ديجا كتمشي ليها كتفكر هذا شفتو كيقول لك عقلك هذا بحال شفتو فشي بلاصه هادي شفتها هنا انا عقل ديالي اش كيقول لي دابا ملي كيشوفها كيقول لي هادي واقيله ايدونتيتي روماركابل واقيله راه ايدونتيتي روماركابل اذا هي ا موان بي ليدونتيتي نيميرو 2 هي ا موان بي او كاري علاش درنا لها لا فاكتوريزاسيون حيت دابا بانت ليا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف ا موان بي توس او كاري يعني كلشي او كاري او كاري راه توجور بوزيتيف اي نومبر ريال درتيه او كاري راه كيكون بوزيتيف راسيونيل باردون مازال ما درتش نتوما اي نومبر ريال كيكون بوزيتيف سواء كان سالب الا درتي موان 3 كاع موان 3 او كاري راه كتعطيك 9 حيت موان 3 او كاري هي موان 3 فوا موان 3 كيولي موان فوا موان سي بلس دونك توجور بوزيتيف دونك ا موان بي او كاري اي سوبيريور ايغال ا زيرو علاش درت او ايغال حيت كون ممكن يكون ا كيساوي بي وتساوي صفر دونك خصني ندير او ايغال ا زيرو اذا لو ريزولطا عطاني بوزيتيف يعني الاول كبر من الثاني دونك الاول كبر من الثاني ا بلس بي او كاري توس او كاري اي سوبيريور ا 4 ا بي دونك هاني درت لا كومباريزون ديال هاد الجوج هادو بلا ديفيرونس اذا هادي حاجه مهمه تعرفوها من هاد لا فيديو هو ان بور كومباري دو نومبر ال فو بيان اون بو ديتيرميني لو سين دو لا ديفيرونس دو ا اي هنا عندنا انيغاليتي دونك اول مره غتكونوا كتسمعوا في دوزيام اني انيغاليتي كنا كنعرفوا ايغاليتي متساويه اللي كيكون فيها مثلا اكس ايغالا ايغريك هذه ايغاليتي تساوي ولكن ملي كيكون عندنا سوبيريور او ايغال او بيان انفيريور او ايغال كتولي انيغاليتي دونك انيغاليتي لاديسيون اي لا سوستراكسيون ما درتش لا ملتيبليكاسيون ما درتش لا ديفيزيون لان هنا في لودر لي تكنيك ديال لي ريغل ديال لاديسيون ولا سوستراكسيون بوحدهم لا ملتيبليكاسيون بوحدهم وهادشي كامل ان شاء الله غادي نشوفو دونك لاديسيون اي لا سوستراكسيون اشنو بغينا نعرفو مثلا الا خدينا مثلا 2 انفيريور ا 3 هادي كامل كنعرفوها الا زدت مثلا هنايا 5 وزدت هنايا 5 شحال كيولي عندي 2 بلس 5 هي 7 3 بلس 5 8 كتبقى انفيريور 7 انفيريور 8 لان كلشي الدرس غادي على هادو واش كيتقلب ولا كيبقى ولا الا مثلا ما درتش بلس 5 نبقى 5 درت موان 5 2 موان 5 هي موان 3 3 موان 5 سي موان 2 تماركاو عليك 5 انت ماركيتي 2 خاسر ب 3 تماركاو عليك 5 ماركيتي 3 خاسر ب 2 و موان 2 هي سوبيريور ا موان 3 دونك اتونسيون راه ملي كيكون موان موان 2 الا كان ما كانش موان 3 سوبيريور ا 2 ولكن ملي كيكون موان كيتقلبوا كيولي موان 2 سوبيريور ا موان 3 دونك الا زدت نفس العدد اولا نقصت نفس العدد كيبقى لوردر هو هو اي نو شونج با اذا هادي اول حاجه نعرفوها باغ اكزومبل غندير بعدا لا ريغل هي الاولى ونديرو اكزومبل دونك ريغل 2 ريغل 2
Donc A et B, c'est toujours des nombres rationnels, sont des nombres rationnels. Donc si A inférieur à B, هذه دوني ماشي يعني ممكن تكون A supérieur à B. Alors A B A B et donc si j'ajoute C un nombre ما عرفناش كيما كان هنا j'ajoute C كيبقى l'ordre هو inférieur كان supérieur كيبقى supérieur ولا درت موان C كيبقى لوند هو يعني كيبقى ديك اسرع اكزومبل. اذا هنا شويه غيجيكم هاد الدرس ديال لوند شويه صعيب ولكن مزيان تعرفوه مزيان دابا لانه هو من الدروس الاولين ديال الكوازيام اللي كتحتاجوه دائما. دونك اكزومبل الى عطونا مثلا سوا ا دونك سوا ا اي بي deux nombres rationnels tels que on peut les gars oh bah je me dis où le je me dis non mais ce sont deux nombres on va dire x et y les mêmes qui me brise x y deux nombres rationnels tels que x سوبيريور ايغالا ايغريك هادي عطاو علينا هما معطيات غنقول لك مثلا لا كيسيون شناهي كومباري اكس بلس 10 اي ايغريك بلس 10 تقول لي كبير في هادو واش اكس بلس 10 ولا ايغريك بلس 10 حنا لا غير اش كتقول لينا كنعرفو بلي اكس اون ا اكس سوبيريور ايغالا ايغريك ناغي علاش كتقول لينا الا زدتي لو ميم نومبر راه كيبقى لوغد هو اذا الا زدت هنا 10 وهنا 10 راه كيبقى دونك اكس بلس 10 اي سوبيريور ايغال ا ايغريك بلس 10 لان زدت هنا 10 وهنا 10 وكما يمكنش مثلا تزيد هنا 10 وتزيد هنا 11 تقول لا لو ميم نومبر جاجوت لو ميم نومبر او بيان je soustrais le même nombre باش يبقى داكشي هو هو. اذا هذه لا راجل 2. دابا غنمشي مثلا الى عندي 3 supérieur à 5 pardon 3 inférieur à 5 حيت خمسة كبر من 3 2 inférieur à 7 الى جمعت هاد الصغار وجمعت الكبار واش غيبقى لوغد هو ولا لا 3 بلس 2 5 5 بلس 7 سي 12 و 12 هي سوبيريور ا 5 دونك داكشي يبقى هو ولكن مثلا الى درت لا سوستراكسيون مثلا 3 موان 2 3 موان 2 سي 1 5 موان 7 سي موان 2 واش موان 2 سوبيريور ا 1 لا إذن كاين ان بروبليم ملي كننقص ها المشاكل بداو ها الحوايج اللي خصنا نردلو ليهم بداو البال إذن زدت هذا مع هذا وهذا مع هذا ما عندي حتى شي مشكل باش ندير ناقص لا وهذا الشيء كامل ملي غندير لونكادغومون راه غادي تفهموه مزيان وغتعرفوا علاش كنأكدوا على هذا الشيء في لوغد إذن عندي لو دغو باش نزيد ما بقاش هنا حيت ماشي كان هنا كنزيد لهنا ونزيد لهنا نقص لهنا ونقص هنا ماشي مشكل ولكن باش يقول لي هذا صغر من هذا ونقول ليه هذا ناقص هذا غيصغر لا احنا ما نقدرش نحكم اذا كان لا غايل كناخذوها على بلس الا جمعت هادو مع هادو كيبقاو العمليه صحيحه دونك لا غايل 3 دونك ا بي سي et des nombres rationnels, donc toujours on a des nombres rationnels. Donc si A
inférieur à B et C inférieur ou égal à D. هادو لي دوني عطينا. Alors A plus C inférieur à B plus D. Donc عندي الحق ندير بلس. انا نديرها بالكولور باش نوضح لكم مزيان. ندير شي مهم غناخدو اكزامبل باش نفهمو عاوتاني مزيان. مثلا X دونك اكزامبل X par exemple y de nombre rationnel tel que x supérieur à 5 et y supérieur à 3. La question c'est comparer x plus y et 8. هنا كاين دي زيليف اللي كيحصل هنايا ملي كتقول لي x كيقول لك شاد شاد خرابيق هذا واش اكس ملي غنجيب باش غنعرف على هاد ما كنعرفهمش سون ديزاين كوني ما معروفينش و8 باش غنعرف انا شكون اللي كبير واش هاد الجوج ولا 8. ولكن لا لا اللي فاهم لا راجل مزيان غادي يجاوب. علاش؟ حيت كنشوف لي دوني اشنو دارو اكس بلس ايغريك. اذا ملي اكس بلس ايغريك غيكون كبر من 5 بلس 3 بلا ما نشوف انا هاد ويت نشوف اش كاع. كنشوف هنا كيفاش دارو اشنو دارو بغاو اكس بلس اي غريك. اشنو غندير؟ هنا اكس انفيريور سوبيريور او غالا 5 اي غريك سوبيريور ايغالا 3. دونك انا لا ريغل اش كتقول لي الا جمعناهم كيبقاو واو. دونك اكس بلس اي غريك سوبيريور ايغال سوبيريور ا 5 بلس 3. هادشي اللي كنعرف. الوغ اشنو دارو؟ هما غير جمعو 5 مع 3 وعطاتهم 8. x plus y supérieur 5 plus 3 سي 8. هنا درت لا كومباريزون ديال x plus y اي 8. دونك نتمنى انكم استفدتوا من هادشي وحاولوا تركزوا مزيان في هاد لوغ ديال اوبيراسيون راه سي تري امبورطون سيرتو في دوز في ثوازيام اني كولاج وفي ترون كومون ودائما غتبقى محتاجو. اذا لحد الان شنو درنا؟ نزيد هنا ونزيد هنا ماشي مشكل. نقص هنا نقص هنا ماشي مشكل. هادي ما فيهاش موا ما فيهاش موا. دونك وخص يكون لو ميم اوردر. شنو هو لو ميم اوردر؟ يعني مثلا ما تكونش عندي اكس مثلا سوبيريور ا 2 y انفيريور ا 3 ونقول بلي اكس بلس y و 2 بلس 3 حيت لا ريغل قلت لي الا جمعتيهم ماشي مشكل. ولكن يكون عندي بجوجهم انفيريور ولا بجوجهم سوبيريور. اما هنا واحد صغر وواحد كبر شنو غندير؟ واش نديرهم كبر ولا صغر؟ دونك مايمكنش ليا ندير لا كومباريزون في هاد لوكا هذا. في هاد لا فيديو غندير لا ميتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون واش لي ميم بروبريتي بحال لاديسيون او نو. دونك حاولوا تشوفوا لي فيديو اللي دازو اللي دخل معنا اول مره عاد يشوف معنا هاد لا فيديو هادي. دونك الا خديت مثلا وشوفوا لان كيما قلت لكم الدرس كله مبني على ديك سوبيريور و انفيريور. الا خديت مثلا دو انفيريور ا 5 ياك غناخد نخليها دو انفيريور ا 5. دونك هنا جو ملتيبلي باغ 3 نضرب مثلا هنا في 3. دونك جو ملتيبلي لي دو مومبر باغ 3. دونك اشنو غادي تعطيني؟ غتعطيني 6 15. دونك 6 انفيريور ا 15 حتى حاجه ما تبدلاش. ضربت هنا في 3 وبقى داكشي انفيريور انفيريور. شوفوا دابا 2 سوبيريور انفيريور ا 5 2 جو ميتيبلي بار موان 3 باغ اكزومبل. تقدر دمتها في اي نومبر نيجاتيف 5 فوا موان 3 2 فوا موان 3 سي موان 6 5 fois moins 3 c'est moins 15 qui est supérieur à l'autre. Donc moins 6 est supérieur à moins 15. Donc ناقص 6 كبر من ناقص 15 يعني كنعرفوها حيت 15 كبر من 6 ناقص 6 كبر من ناقص 15. دونك هنا supérieur. دونك مابقاش inférieur ولا supérieur. alors que الى خديت مثلا 2 inférieur à 5 زدت 3 وزدت 3 هنايا كتعطيني 5 8
اوكي بقى 5 انفيريور اوي نقص 3 مثلا 2 انفيريور 5 2 موان 3 5 موان 3 2 موان 3 سي موان 1 5 موان 3 سي 2 دونك كيبقى موان 1 انفيريور 2 حتى حاجه ما تبدلاتش انا زدت 3 نقصت 3 ما عندي اوكان بروبليم ولكن هنا كاين ان بروبليم ضربنا في 3 ما تبدلاتش حتى حاجه ضربنا في موان 3 ما بقاش عندي انفيريور ولا سوبيريور اذا هادو هما لي بروبريتي ديال لا ملتيبليكاسيون في البرودوي خصك تعرف فاش ضربتي واش ضربتي في ان بوزيتيف ولا ضربتي في ان نيجاتيف الا زائد وناقص حتى واحد ما كيناقشك واش نقصتي ولا زدتي واش ان بوزيتيف ولا ان نيجاتيف هنا واش ضربتي في ان بوزيتيف ولا ان نيجاتيف ملي كنضربو في ان نيجاتيف دونك اون شانج لو سامبول انفيريور كيولي سوبيريور الا كان سوبيريور كيولي انفيريور دونك هادي بروبريتي 4 بروبريتي دونك العنوان ديال الدرس هو اوردر اي اوبيراسيون دون لي نومبر راسيونيل بروبريتي 4 حاولوا دائما تهزوا ورقه وستيلو بقاو خدامين معايا دونك ا بي سي ا بي دي نو سي دي نومبر راسيونيل دي نومبر راسيونيل دونك دائما راه درت فيديو على هذا الشيء ديال لي زونسومبل ديال لي نومبر راسيونيل لي نومبر ريال لي نومبر ولكن نتوما مازال ما عندكم شي نومبر ريال دونك سي ا انفيريور ايغال ا بي يعني الا خدينا ا انفيريور ا بي غنقز هنا وغادي ندير دونك ا سي انفيريور ا بي سي الا ضربت ا في سي ملي كنقولو ا سي راه ا فوا سي و بي سي واش غيكون انفيريور ولا سوبيريور ما نقدرش ندير خصني نعرف بعدا سي اسكو سوبيريور ا زيرو بيان انفيريور ا زيرو سي سي سوبيريور ا زيرو الا كانت سي كبر من صفر تا حاجه ما غتبدل كان هنا عندي انفيريور غيبقى انفيريور ولكن الا كان العكس دونك ا انفيريور ايغال ا بي اي دونك ا دونك ا سي لا ميم شوز ولكن سي سي تان اونغاسيونيل في الاول هنا خديتو سي سوبيريور ا زيرو تا حاجه ما تبدلاش انفيريور انفيريور دابا غناخد سي انفيريور ا زيرو سي سي انفيريور ا زيرو ما غيبقاش انفيريور غيولي سوبيريور ا زيرو دونك هادشي اللي خصكم تعرفوا في البرودوي وحتى في لا ديفيزيون دونك حتى في الكونسيون راه لا ميم شوز ديال لا ملتيبليكاسيون غناخد اكزامبل باش نوضحو مزيان اكزامبل دونك باردون باغ اكزامبل قالولنا اكس اي ايغريك دو نومبر راسيونيل تيل كو x سوبيريور ايغال ا y هما عطينا هنا يقدر يعطيوك x انفيريور ايغال ا y دونك سو سون دي نومبر راسيونيل دونك كومباري يقول لك مثلا لا كيسيون كومباري سي x اي سي y بوي كومباري موان 2x اي موان 2y Donc nous allons comparer 6x et 6y et moins 2x et moins 2y. Donc on a x supérieur à y. Donc 6x et 6y. Donc on a x 6 ou y 6. 6 c'est un nombre positif. Donc 6x est supérieur à 6. C'est un nombre positif. مزيان يعني ما حتى حاجه سيس اكس سوبيريور ا سيس ايغري اي اكس سوبيريور ا ايغري دونك موان 2 اكس موان 2 ايغري راه ماشي قارنا هذا مع هذا كل جوج بوحدو دابا اكس سوبيريور ا ايغري موان 2 ضربنا هنا في موان 2 هنا في موان 2 موان 2 سيتي ان نومبر نيجاتيف دونك اون شانج سوبيريور دو اتيتر انفيريور دونك موان 2 اكس غيولي انفيريور ا موان 2 ايغري دونك اللعب كله كيلغي في هادو هنا تبدل وهنا ما تبدلش حيت 6 ان نومبر بوزيتيف و موان 2 سي تي ان نومبر نيجاتيف دابا لحد الان قلنا كنضربو في لو ميم نومبر يعني ضربنا في لو ميم نومبر بوزيتيف ولا لو ميم نومبر نيجاتيف شنو غيوقع الا ضربنا في دو نومبر ديفيرون اذا مثلا
عندي 3 سوبيريور على 5 وعندي مثلا بغيت نضرب هنا في 6 وهنا في 7 واش ممكن ولا مثلا نضرب هنا في 7 وهنا في 6 هنا 6 هنا جو ميتيبلي بار 6 وهنا بار 7 واش عندي لو دووا اذا خص شنو خص يكون عندي 7 سوبيريور على 6 الى عندي 7 سوبيريور على 6 سو 3 باردون هنا راه 3 سي با سوبيريور على 5 واللي كاسو لعب ثاني دونك 5 سوبيريور على 3 5 سوبيريور على 3 اي 7 سوبيريور على 6 دونك الى ضربت 7 فوا 5 شحال عطاني 35 6 فوا 3 سي 18 دونك 35 سوبيريور على 18 ما كاين حتى مشكل بقى سوبيريور ضربت هذا في هذا وهذا في هذا الى مثلا عندي موان 2 انفيريور ا موان 1 موان 5 انفيريور ا موان 3 موان 5 فوا موان 2 سي 10 موان 3 فوا موان 1 سي 3 دونك 10 سوبيريور ا 3 هذا كاين مشكل مره سوبيريور مره تبدل يقدر مثلا تكون وحده فيهم مثلا هنايا 5 سوبيريور 3 موان 2 سوبيريور موان 4 هنا كاينين مشاكل اذا هنا باش نخدموا حنا بلا ميثود اللي عندكم نتوما دوزيام اني خاص تو لي نومبر يكونوا بوزيتيف باش ندير هاد العمليه ديال نضرب هذا في هذا وهذا في هذا خاص هاد لي نومبر 4 يكونوا دي نومبر بوزيتيف وفين غنحتاجوا هادشي ملي غنكتب لا بروبريتي في ليكزامبل غتشوفوا الفرق بين هاد لا بروبريتي ولا بروبريتي اللي دوزت قبل دونك ا بي اي سي وغنزيد دي ا بي سي دي اي سي دي نومبر راسيونيل هنا خصني نزيد بوزيتيف وضروري يكونوا دي نومبر بوزيتيف دونك سي ا انفيريور ا بي اي سي انفيريور ا دي الوغ دونك نقدر نضرب ا فوا سي ويبقى لو سامبول انفيريور ا بي فوا دي هادي تا مشكل اكزومبل اكزومبل دونك اكس اي غريغ دونك اكس اي غريغ دو نومبر راسيونيل راسيونيل بوزيتيف dans nos conditions de positif donc comparer tel que donc tel que x supérieur à y donc là on les données qu'elle est comparée 8x et 3y donc la propriété est deuxième car on a x supérieur à y qui veut dire que tu as un 8x 8y يعني qui donne le même nombre pas de problème كنقولوا واش هذا نو بوزيتيف كيبقى لو سامبول كان نيجاتيف كيتبدل هادشي درنا في الاول ديال لا فيديو ولكن دابا هنا ضربنا في 8 وهنا في 3 يعني راه مشكل ما يمكنش ليا نطبق ديك لا بروبريتي داز خصني نطبق هادي يعني خصني نشوف بعدا اون ا اكس سوبيريور ا يغريغ هادي عطاوها لينا 8 اي 3 هادي كنعرفو حنا بلي 8 سوبيريور ا 3 دونك مزيان اللي عندي لو ميم سامبول يعني سوبيريور سوبيريور راه ما يمكنش باش يكون عندك سوبيريور هنا انفيريور الضرب خاص يكونوا بجوج هما انفيريور ولا بجوج هما سوبيريور دونك اكس فوا 8 وهادو كلهم سو سون دي نومبر بوزيتيف حيت اكس و ايغريك اللي كيكونوا دي زانكوني راه قالوا لينا هما بوزيتيف و 8 و 3 حنا كنعرفوهم سو سون دي نومبر بوزيتيف دونك اكس فوا 8 لي هي 8 اكس supérieur à y fois 3 c'est 3 y donc هادشي اللي كاين في لورد اوبيراسيون ديال دوزيام اني كوليج الى اللي بغى مازال يزيد معلومات اخرين واخا ما عندوش البروغرام يمشي راه درت دي فيديو ديال تخوازيام اني لان هذا الدرس كاين في تخوازيام اني كوليج في السيمستر يعني في السيمستر الاول غادي تلقاو لي فيديو ديالو نتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.